بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، يلا مع بعض خلونا نبدأ روتين تجهيز الصالة للشتاء. وأول حاجة بديت فيها الغبرة، أكيد جبت ملمع الخشب وجبت ملمع الزجاج، قلت كذا أبدأ على طول، اللي بالخشب بالخشب واللي بالزجاج بالزجاج، طبعا الكل واحد فوطة. بديت كذا ألمع الخشب وأنظفه، هذه المدفأة حقتي. شوفوا كيف لما ألمع جهة تضوي على طول وتبرق، تلمع كذا تتنظف. حابة أوريكم رسالة صديقة صفحتي أم فاضل من المدينة، الله يسعدها يا رب. أنا والله رسائلكم الحلوة هذه أنا أعجز أنه أنا أرد عليها، أنا ممنونة لكم من كل قلبي، مهما أقولكم شكرا شكرا هذه ما توفيكم حقكم. اللي يدعموني، اللي يتكلمون عني بالخير، اللي يذكروني بدعوة، حتى اللي ما تحط لايك بس تحب أم سارة، أنا أقولكم من قلبي شكرا. أنا عارف البعض يتابعني من غير ما يطق اشتراك، ما عنده قناة يعني، بس من القلب أقولكم شكرا. وشكرا يا أم فاضل على جمال الرسالة. أنا ما أزعل لما تجي قناة فلانية تقلدني، جتني واحدة قالت لي أم سارة شوفي في قناة واحدة، اسم قناتها زي قناة واحدة مصرية بس هي مزودة كلمة، نفس روتينك الصبح صارت تسوي، شوفي أم سارة القناة الفلانية الكبيرة صارت نفس روتيناتك. أنا ما أزعل يا بنات، أنا وقت دخلت اليوتيوب دخلت بقاعدتي، أصعد بشرف أو لا تصعد، أنا علي من نفسي بس وعلي من قناتي، ما علي من أحد قلدني ما قلدني، رب العالمين شايف، وبإذن الله تعالى لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. أنا طالعة بجهدي بتعبي بأفكاري، وبإذن الله تعالى رب العالمين بيعطيني على جهدي وتعبي وأفكاري. بس الحين نرجع لموضوع الصالة، كذا زي ما شفتوا لمعت الخشب كله، هذه الطاولات يا بنات قلتوا لي يا أم سارة من وين الطاولة البنية هذه اللي بالنص حطتها، ترى مي طقم معاهم، واضح انهم مو طقم. اللي بالنص الكبيرة حقت القهوة هذه من محل بسكاكي، خذيتها 340 أتوقع أو 350. أما هذول الطاولات البنيات هذول الطقم مع بعض يجون أربع قطع مع بعض، أربعة وخمسة خمسة، خمس قطع مع بعض. هذول يا بنات صناعتهم تركية بس مرة حلوات، وعلى كثر ما أحط عليهم أغراض والله ما يتجرحون. قاعد أوريكم الصناعة هنا ميد إن تركي، صراحة سعرهم فيهم يعني. جيت كذا على المكتب أبغى لمعه، في أشياء ما شلتها زي الكتب ما شلتها، في أشياء ما شلتها بالتلميع لأنها أصلا نظيفة. النظيف ليش أنظفه؟ خلاص هو نظيف أصلا، لكن اللي يحتاج نظافة نظفته. جيت هنا على الشجر كمان طقيته من التراب، شايفين النفاضة هذه اللي معاي اللي فيها ريش، هذه لها معاي 9 سنين، تخيلين 9 سنين. جيبوها يا بنات تراها أحسن من الثانية الرمادية اللي فيها زي ريش النعام، لا هذه أحلى وتعيش، لأن هذيك الريش اللي فيها يطيح، هذه لا، على كثر ما أنا أسطر بها وأضرب كذا فيها والله العظيم زينة ما تخرب يعني. نفضت كذا كل الشجر، والحين تعالوا معاي خلونا نشوف اللي انتم تستنونها، تلبيسة الكنب اللي من شيئن، خلونا نتفرج مع بعض كيف افرشها وهل هي حلوة ولا لا. وهذه التلبيسات اللي من شيئن، حلوات 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 حلوات، بس تابع الفيديو للأخير لأني غيرت حاجة فيهم طريقة الترتيب، شوفيها بآخر الفيديو. أمرها جدا سهل، تحطينها على الكنبة كذا، توازنينها من عند اليدين، مقاسها جاء مضبوط وحلو، ومن ورا يجي عليها زي المطاط، تدخينها كذا، أول شيء تشبكين المطاط عشان المطاط ما يبين، وبعدين تحطين هذه اللي ورا. خلاص بينت لك كيف تنكبس كذا، والجهة الثانية تدخلينها ويا سلام، ترجعين هذه ورا مسنة الظهر تطلع مرة مرتبة. الكبيرة اللي 3 كراسي ب123، وهذه الصغيرة اللي كرسي واحد ب81 ريال. أما اللي كرسيين ما أدري، أنا ما عندي إلا 3 كراسي، 3 كراسي مع بعض، والكرسي كرسي أو كنبة كنبة. هذه بنات راح تجي مفكوكة، أنت تضبطينها تمام، المطاط حقت المطاط الكلبسة تلقينها مفكوكة أنت زينيها، والله أمرها جدا سهل، وتشيل الزبالة الله يكرمكم، لا تخافين من بقعة شوكولاتة ولا من كاسة فيمتو ولا من شيء.
وشوفي رأيي فيها بآخر الفيديو، يعني أنا بتكلم عليها تقريبا بشكل مفصل. جيت هنا للكنبة الطويلة حطيتها كمان. اللي يسألوني عن كنبي يا بنات، كنبي أمريكي كذا تقعدين فيه وتوصين. خلاص هذا الشكل النهائي، بس زي ما قلت تابع الفيديو للأخير لأني بغير حاجة، والحاجة هذه مرة راح تفيدك في تلبيسة الكنب بإذن الله. الحين جيت للمخاد، لوني المفضل الأحمر اللي ما أقدر أطلع عنه. شوفوا هذا المخاد، هذولا سألتوني عليهم كثير، من وين يا أم سارة؟ هذه بنات قماش عادي من محل الأقمشة، هذا مخمل وثاني كاروهات، خذيتهم من محل قماش عادي، خذيت السحابات وعطيتهم عاملة ماما خيطتهم لي سريعة ما شاء الله تبارك الرحمن، سوت لي أتوقع 16 وجه بيوم واحد ما شاء الله تبارك الرحمن، حيل سريعة، خياطة يعني، هي خياطة خياطة، تخيط شنط، تخيط فساتين، عبايات، تخيط كل شيء. فعطيتها اياهم خلطتهم لي صراحة بسرعة، فجبتهم كل شتوية اطلعهم. بتشوفون منظر الصالة بالاخير كيف يطلع، فظيع فظيع فظيع. انا ما صدقت انها كذا، مرة طلعت اليفة كذا وحلوة ودافية، وسبحان الله اللون الاحمر حط فيها منظر حلو. هذه طبعا الوجيه كلها راح اشيلها وراح اغسلها. وهذا الشكل الثالث تحسون كأنه كذا ندف ثلج، كمان كذا رايق وحلو، قلت بحطه. خلصت كذا من كل المخدات، والحين أبغى أنتقل للورد الجميل اللي خذيته من أبو خمسة. الحين أبغى أحط الورد زي ما قلت لكم. شوفوا جمال الورد، والله يا بنات خذيته من أبو خمسة بيبي روز. شوفوا كأنه طبيعي، يجنن يجنن بالطبيعة، 5 ريالات بس. اللي بسكاكة تلقاه عند خط الباسم، وفي عنده ألوان كثيرة بس أنا خذيت الأحمر. خلاص كذا الحين أبغى أشيل القرنبعات هذه اللي على الطاولة، هذه كلها أغراض شيء إن جمعتها هنا اللي كنت شريتها، جزمتي، وفي بعض الملابس لي خاصة ما وريتكم إياها شلتها كمان، وهذه حقة الدركسون وسيارتي، وما المهم إنه أغراض كثيرة هنا. قلت أنظف اللي على الطاولة، شلت كل حاجة من على الطاولة، أسلاك الورد. بعدين جيت عند الأسلاك هذه، هذه خذيتها من شي إن، قلت لكم وقت اشتريناها من شي إن بوريكم إياها، بوريكم إياها وقت نركبها مع بعض وتشوفون هي حلوة ولا لا. فكرت فكرة كذا، قلت أبغى أسوي أكاليل ورد على المدفأة، بتشوفون كيف تطلع عادي، تجيبون لزق عادي. هي ما هي طايحة يعني، العرق الأخضر هذا مو طايح، لا، في من داخل تحسون كأنه في عصم مغناطيس تتحكمون فيه، فساعدني صراحة. تمنيت لو مو فيه، بس عشان الإنارة لازم يكون فيه، يعني أسلاك الإنارة هي اللي معطية العرق هذه قساوة. قطعت لزق كذا عادي، لزق شفاف، فيكم تسوونها بالسيليكون، بس أنا ما أحب أحط سيليكون على مدفأتي لأنها غالية علي. وأبدأ أسوي أقواس كذا فوق المدفأة، وحاولت إنه الوردة هذه اللي معلقتها على المدفأة تصير بالنص عشان تعطي منظر حلو يعني. بتشوفون إن شاء الله شكلها بالنهاية كيف يطلع. رتبتها كلها وثبتها. هذه المدفأة لها معاي 9 سنين ما شاء الله تبارك الرحمن، كدت ومدت. الحين بركب الإنارة. الإنارة طلعت صفرة الحمد لله، كنت خايفة تطلع بيضة، بس لا طلع الضوء أصفر حلو صراحة. وزي ما قلت لكم لا تنسون تستخدمون كود خصمي أم سارة، بخلي لكم إياه بصندوق الوصف وكمان بأول كومنت مثبت. وهلأ راح نبلش علشان ننظف حوض الأسماك. تجيبين طبق أو طشت أو حوض اللي أنت حابة، وتحطين فيه مية، المية تكون دافية، لا هي باردة ولا هي حارة، علشان السمك ما يجمد وعلشان السمك ما ينسلق. تمام، عبينا طشت مية. تجيبين الشبكة علشان نبدأ نشيل السمكات، هذا الفلتر خليه على جنب بنرجع له إن شاء الله. وجبت كذا الشبكة علشان أشيل السمك، بس لم أفلح بنات الحلال، تعبوني، حاولت الفيديو مرة مسرع، بس مع الأسف ما قدرت أطلعهم. هذا الجهاز يا بنات اللي معاي أو الأداة من محل حوض الأسماك عادي تأخذينه. آخر شيء قلت يا بنت حلال استنجدي بس بأبو سارة، خلي يطلعهم لك بس وفتكي. شخصيات ذولي بين حركه. انا اخاف اوقات لما اشيلها اخاف تقفز وتموت.
لا هذه اكثر، هذه تريد تجننك، جننتني هذه. هذه حركه غريبه. عشان ما يقفزوا. وخلاص نتحت المهمة. الحين أكب المي. لو تلاحظون المي اللي عندي أزرق، أنا كنت حاطة معاه شوية ملون طعام. لو تبون المي زرقة تحطين نقطة نقطة فقط ملون طعام، يعطي لون سماوي جميل. بس أنا ما بحطه اليوم، أبغى أبيض ناصع. تأخذين الحجر اللي عندك داخل، اللي موجود على داخل الحوض من الزينة، تحطين عليه شوية صابون، تغسلينه من الصابون زين علشان ما يبقى أثر صابون بالحوض ويموتون. تمام. بعد ما تغسلينه تخلينه شوي على جنب كذا لحدات ما ننظف الحوض. أمر الحوض جدا سهل، تحطين مية. إذا حابت ليفينه ليفيه، بس أنا ما عندي به أملاح من داخل. الحوض هذا مرة قديم، الحوض هذا جاني هدية من ماما الله يربي يحفظها ويطول بعمرها. كان عندها بالبيت وأعجبني، قالت خلص خذيه فخذيته. هم ما يبغونه، كانوا راكنينه كذا على جنب، فقالت لي خذي، يعني ما كان في اسماك وانا خذيته، لا كان فاضي مركون. فأطري لها انه ابغى اشري حوض سمك، قالت لا خلاص انا عندي خذي ما ابغى، فخذيته. له ذكرى يعني عندي، مستحيل اني افرط فيه. المهم بعد كذا، بعد ما غسلنا الحوض نخليه على جنب ينشف. ونجي الحين للفلتر. تسحبون هذا السلك البلاستيكي الطويل حق المي، اذا شفتي المي يطلع من الجهتين معناته خلاص انت بالسليم. لازم المي يمر من فوق ومن تحت علشان تتأكدين انه مفتوح ما في سدد، لان هذا مكان الاكسجين. بعدين تفكين مكان الفلتر. اذا الاسفنج اللي داخل وسخ بدلي، انا الاسفنج كان توي مغيرته فما احتاج صراحة، بس حطيت فيه مي وطقيته كذا بالمغسلة علشان اتأكد انه ما في شيء. صراحة ما طلع ولا حاجة، يعني الفلتر نظيف. اذا طلع شيء معناته الفلتر وسخ، يعني غيري، حطي اسفنجة جديدة من عند محل الاسماك تاخذينها. ترجعين كل حاجة مكانها خلاص وكذا تمام التمام. الحين أحب أنه ألمع الحوض من برا ومن جوا، كذا لمعته كله عادي بمناديل مطبخ أو فوطة اللي أنت حابة. بس حطي تحت الحوض قطعة علشان ما تجرحين رخامة المطبخ عندك، قطعة منشفة ولا قطعة سفنجية اللي أنت حابة. جبت كذا ملمع زجاج كمان لمعته علشان يرجع كذا يضوي، يزيل ريحة النظافة ويزيل التنظيف. رجعت الحجر مكانه خلاص بدون ما ينشف، لأنه أصلا راح يكب فوقه مي. بس مسحت عشان التلميع. أنا هذا الورق تأخذونه من محل الأسماك عادي إذا أنتم حابين، بس أنا حابة أقلب الورقة فقط، يعني نفس الورقة أبغى أقلبها على الجهة الثانية بس، لأنها تجي على جهتين. فكيت اللزق كذا تمام، وأرجع الحين أثبتها من الجهة الثانية. الحين تشوفون أبغى هذه الجهة البيضاء، أنا ما أبغى اللون الأزرق. شلت اللزق القديم وارجع اثبت باللزق العادي. لا تمسحين هذه الطبقه من ورا من المي علشان الورقه، شوفوا كيف لازقه لانه في مي اصلا وقت ما غسلتها ما نشفتها من ورا. وبعدين اثبتها باللزق وخلاص تمام التمام. ارجع اعبيها مي، بس زي ما قلتي بنات تاكدوا ان المي دافي، لا تحرام تحطوا لهم مي بارد بالشتاء او مي حار يموتون. ضبطت الميه كذا وتركت الحوض يعبي. راح اعبيه بنات للنص فقط، مو كله للنص. على ما يعبي المي قلت ألمع الخشب حق الحوض، احنا نبغى ننظف خلاص ننظف كل شيء. مسحته كله من الأتربة من الأجناب من النص، كله مسحته زين. والحين رجعنا للحوض، عبيت السمكات. بس وصل الحوض للنص خلاص سكرته وأخذه للصالة. ليش الحركة هذه؟ علشان وقت أنقل الحوض المية ما تتكبكب معي، فهمتوني؟ خلاص عبيناه للنص كذا، والحين نبغى ننقله الى الصاله. نقلته كذا للصاله، كان عندي حجر، طبعا الحجر هذا نظيف ما ابو اتربه ولا شيء. حطيته فوق الحجر القديم، صدف منظره حلو. وشبكت كل حاجه. شوفوا جمال الحوض الحين لما يرجع جديد ويضوي، يرجع كانه عروسه. خلاص ولعنا الحوض. هذه صدفه كنت ماخذتها من ابو خمسه، عجبتني. شوفوا منظرها حيل لطيف، بحطه فوق الحوض، مرة حلوة صدفة وفيها حبة لؤلؤ كذا. كمان حطيت كوخي الرائع،
أحب هذا الكوخ بالحيل وفي ذكريات معاه. الحين حطيت الوردة، والحين قمت أزود مي. تزودين مي بالمرحلة هذه علشان ما تكبكبين مي، عشان ما تمشين تنثرين مي يعني. ومسحت كمان الكوخ وارجع الحين أزود مي، وخلاص كذا الحوض رجع نظيف. بالنسبة لأكل السمك أنا أحط يوم إيه ويوم لا، وبطرف الأصابع يا بنات، بطرف الأصبع تحطي. هذا كلام راعي السمك، وطق من زمان يعني هذه طريقتي، وما شاء الله سالكة معاي والأمور تمام. الحين عندي هذا الفراغ أنا حابة أستغله. هذه اللوحة اللي أنا خذيتها معاكم وريتكم إياها المرة اللي فاتت بالمنتدى، هذه اللوحة من كاسر الأسعار، كان سعرها بس 11 ريال. اللوحة خشبية، فيكم كمان تزودون صور إذا أنتم حابين. حابة أتكلم شوي بموضوع الصور. أنا ما أحط صور في بيتي إلا كوب، مبخرة، حاجة داخل الدرج، وغرفة بنتي اللي بها ألعاب فقط. لكن أعرض صورة داخل بيتي لا. فالبعض مو فاهم الفكرة هذه. أول شيء حطيت صورتي أنا وسارة، وأنا بس إيدينا مع بعض وأنا ضامتها، وهذه كمان إيدي أنا وأبو سارونة، كمان حطيتها باللوحة زي ما قلت فيكم تزودون صور. وهذه سارونة برمضان عند الخيمة الرمضانية، بس ظهرها وجهها مو مبين أبدا. وهذه رسالة أبوي الله يرحمه يا رب، كانت الرسالة هذه قبل 24 سنة، كمان حطيتها ضمن اللوحة يعني. الحين عندي هنا فرع أخضر مضيء، خذيته من شي إن، سعره كان تقريبا 9 ريالات، أنا ناسية. برضو أبغى أحطه، فكيته كذا وبقعد أركبه الحين. في تعليق الوحدة من الأخوات المصريات أنا شفته لها قناة، تقول يا أم سارة الناس يسبوني ويعيبون على بيتي. حبيبتي لا تنتبهي للناس، هذول ناس مرضى. تدرين اللي يسبون الناس هذول إيش؟ هذول فاسقين. عارفة إيش فاسقة؟ إنسانة فاسقة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذولا فسق، خليكي منهم، لا تنتبهي لهم، لا تعطينهم بال. أنا كنت وحدة مع احترامي لنفسي غبية، اللي كنت أرد على ناس مرضى زي هذولا، يا أني أرد رد مؤدب، رد مؤدب بأخلاقي، أو لا تردين، لا تنزلين مستواهم أحسن. هذولا ناس مرضى، ما عندهم شغلة في الحياة اللي يسبون الناس. يا ويلهم من رب العالمين من الذنوب اللي كسبوها من سباب المسلمين. وتقول لك ايش؟ تقول انا انصحك بنصيحة شديدة اللهجة، وهي اصلا انسانة وقحة. ما ابغى اعيب على تربية والدينها، ولا اقول تربية والدينها سيئة، لان اوقات تكون تربية الوالدين صالحة، بس البنت اصلا فطرتها من داخل سيئة، مكتوب عليها الشقاء، هي انسانة شقية، هذه انسانة فاسقة، خليكي منها. حنا الناس هذول الفسق ندعي لهم بالهداية افضل، لانهم مرضى، مرضى وزادهم الله مرض. كذا الحسد والحقد عشعش في قلوبهم، ممكن حتى يعطونك ديسلايك قبل ما يشوفون الفيديو، خلاص أمرك محسوب عندهم. غيرانة منك، مكهورة منك، بلغتكم مفروسة منك. فسيبك منهم يا حبيبتي، عيشي حياتك وانبسطي. هم يتابعونك، يعطونك مشاهدات، يعطونك اهتمام، أول ما تنزلين فيديو على طول مشغولين فيكي. فلا تعطينهم بالي حبيبتي، لا تعطينهم مراتهم أبدا. هم يتغذون على القهر، إذا شافوك مكهورة يتغذون على هذا القهر. ناس مرضى يتمنون اللي عندك، يتمنون حياتك. شفتي بيتك البسيط هذا اللي هم يسبوك فيه وعايروك فيه، لأنك أنت مقتنعة فيه وراضية فيه، هم سبوك. تجيني من العينات هذه كثير، وتجي القناة الفلانية كثير، وتجي هذول ناس مرضى، ناس فسق. لا تعطينهم من اهتمامك وقت، خليكي في شغلك وفي مسارك. أنا يقولوا لي أوقات أم سارة شوفي القناة الفلانية تقلدك، أم سارة تسوي زي ما أدري إيش، تأخذ من أفكارك، نفس قريب من اسمك. كل واحد تعبه بعد فضل رب العالمين بينجح، واللي يقلدون كثير، واللي يتكلمون كثير، واللي ما أدري إيش كثير. أنا علي من نفسي وعلي من مساري وعلي من حياتي فقط، فهمتوني؟ يعني خليكي في نفسك، ما عليك من أحد، خلاص. في نهاية الأمر هذول كلهم بيظلون يمشون وراكي، لأنهم أصلا يتغذون على حياتك، يبغون يشوفون أخبارك وحياتك. هذه اللوحة خلاص علقتها، والحين عندي هنا نفس هذا المكان، مكان ثاني يعني فاضي، علقت فيه كذا علاقة، وبأحط فيه قبعة ريفية، قلت أحطها أشوف شكلها كيف يطلع. والحين جينا هنا الغسيل السجاد. اليوم أنا أستخدم جهاز بيسيل لغسل السجاد. الجهاز هذا أنا مسوي عنه تقرير كامل، بخلي الرابط في أول كومنت مثبت إذا حابة تعرفين عن الجهاز أكثر.
أهم حاجة يا بنات الله يرضى عليكم، لا تستخدمون أي شامبو ثاني لهذا الجهاز. أنا جربت بدائل كثيرة، فلاش غسل السجاد، فانش اللي قلتولي عليه، مدري وش كلوريكس ألوان، ما أدري إيش، معليش ما بلت سبدي إلا بيسيل اللي هو مخصوص مع هذا الجهاز، ينظف من قلب. وإذا عندك بقع صعبة لازم تعيدين عليها أكثر من مرة، خلاص لازم تعيدين عليها أكثر من مرة. هل هذا الجهاز يغسل الكنب وما الكنب؟ شوفي التقرير عشان تلقين كل الأسئلة هذه، تلقين أجوبتها عندك. خلاص كذا، شوف أنا مثبت المكان علشان تغسل لي بقعة صعبة بالأرض وطلعتها. كمان غسلت السجادة حقت السيب أو الممر اللي عند المدفأة، غسلت كل السجاد، قاعد معي ساعة ونص علشان نظف. ما شاء الله تبارك الرحمن، شطبنا الصالة تشطيب من الألف للياء. الحين بوريكم كمية الأوساخ اللي طلعت هذه، هذه طلعت من جهة واحدة فقط، بس من جهة صغنونة من الصالة من طرف السجادة اللي هي بس السيب. تمام، الحين يا طويلات العمر والسلامة أبغى أرجع معاكم. هذا الممر قلت أبغى أدخل الممر هنا ألمع الجزامة، لمعتها كان عليها شوية تراب ورتبتها وزينتها. يعني أرتبها كذا بالطريقة اللي أنا أشوفها أنسب. حطيت الأغراض كاملة، والحين أبغى أزين الحين حاطة بالسيب هذا، حاطة ببرادة المي، ماني حاطتها بالمطبخ عشان ما تضيق علي. رجعتها كذا عروسة، لبستها تلبيسة من أبو خمسة قلت تغطيها بس. والحين تعالوا مع بعض خلونا نشوف جولة الصالة. وحنا نتفرج على الصالة كذا، أنا حابة أعطيكم رسالة صغيرة. البعض ما تقدر أنها تزين صالتها، ما تقدر تحط، ما عندها إمكانية، الظروف المادية ما تساعد. أنا حاسة بكل هذا، الله يا رب يغنيكم من فضله إن شاء الله ويوسع عليكم يا رب يا كريم. أهم شيء أنك ما تفقدين القناعة، ما تفقدين حسن الظن بالله، وتأكدي أن هذه الدار دار ممر، إحنا كنا عابرين في هذه الدنيا. لا تحملين هم هموم الدنيا، احملي هم حاجة للآخرة، صلاة قصرتي فيها، عبادة قصرتي فيها، إنسان ظلمتي، إنسان جحدتي، إنسان كذبتي وافتريتي عليه، هذا هو الخسران الحقيقي وهذا هو الفقر الحقيقي. وخلصت صالتي وأخيرا، كل عام وانتم بخير، خلاص دخل الشتاء. سعيدة جدا بالنتيجة، وأتمنى كمان أنكم تحبونها وتحبون الديكورات اللي أنا سويتها. حبيت الأجواء الشتوية اللطيفة اللي حطيتها في بيتي، قد ما أقولكم بالنظر بالعين مرة المنظر دافي وقريب من القلب. طبعا بتكلم عن بعض الأشياء اللي أنا استخدمتها هنا، وفي بنات كثيرات يقولوا لي يوم سارة نحب ذوقك بالديكور مو متكرر أبدا باليوتيوب. باليوتيوب عادة الأبيض الخشابي، الأبيض الخشابي الزرع الأخضر. أنت يا أم سارة لا، عندك كذا نمط مميز ما ندري إيش هو. بتكلم اليوم عن الأشياء هذه، وأتمنى أنكم تستفيدون معاي وتستمتعون. خلوني أول شيء أبدالكم من جهة اليمين عن تلبيسات الكنب. شوفوا التلبيسات زي ما تشوفون جدا رائعة وجدا حلوة، مقاس كنبي تمام، ولو كان الكنب أصغر كان أحلى، يعني أتوقع مسوي على مقاس كنب آيكيا. تلبيسات شي إن، تلبيسة شي إن مو معناها أنها ضد المي، لا ممكن ينزل مي، بس إحنا ما نبغى نحط أصابع الأطفال مثلا إيده به شوكولاتة، حط إيده على الكنب، يأكل أس كريم وينقط، هذه الأشياء كلها راح تداريها أكيد. بس تمسكين كاسة عصير وتكبينها كذا أكيد راح ينزل على الكنب تمام. الحاجة الثانية المقاسات، الكنب اللي عندي مرة كبير، أتوقع ما في أكبر من كنبي. الكنب اللي عندي يا بنات مو بس يعني وسط، لا مرة كبير، أقدر أقولكم إنه XXXX لارج، شفتوا الأمريكي الكبير مرة كبير. فإذا كنبك نفس نظام كنبي كذا فأخذيها وانتي متوكلة على رب العالمين، أكيد راح يجي معاكي. شوف إيش الحاجة اللي أنا سويتها. طبعا أنا هنا خلاص ما رفعت لي على الظهر، هذه أنا ما حطيتها من فوق لسبب، بعد ما حطيتها وثبتها جيت أبغى أجلس، لقيت أول ما تقعدين على طول المنظر يخرب، يعني على طول يصير في حوسة تقومين ترتبين، وأنا ما أبغى كذا، أنا أبغى حاجة أقعد عليها وأقوم وهي مكانها ما تحركت وكويسة. فلقيت هذه الطريقة أحسن. أنا عندي اللي تحت هو اللي يتوسخ، هذا وكمان الإيدين، شوفوا كيف غطت لي الإيدين كاملة، وكمان الكرسي نفسه تغطى،
حبيت حيل النتيجة كذا، خلاص أضمن إنه ما يتوسخ ولا كل شوي قاعد أغسل وأضبط لأنه حرام الكنب جديد. تمام؟ طيب هذه أول حاجة أنا سويتها. شيء ثاني، غسلنا السجاد مع بعض. إيش أقولكم عن النظافة؟ إيش طبعا اللمبات أنا حاطتها صفرة لأنني ما أحب الإضاءة البيضة بالبيت، بس قد ما أقولكم طلع السجاد يلق 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 من النظافة ما شاء الله تبارك الرحمن. غسلت طبعا أنا السيب وغسلت السجادة الكبيرة كله مع بعض. هذه زاوية المدفأة حيل حبيتها، قد ما أقولكم لطيفة بالنظر، لطيفة لطيفة كذا مبهجة، يوم تنظري لها تحسين بسعادة. بتكلم الحين على موضوع المدفأة، اللي يقولوا لي يا أم سارة أصبغ المدفأة أبيض. يا بنات الخشب إيش لونه؟ الخشب لونه بني، الخشب لونه بني أصلا، الخشب بني ما في خشب أبيض. فما أحب هذا التطوير أو الديكورات الزايدة بالأثاث، أحب الحاجة كذا معتقة على لونها. شوفوا زين لون الخشب البني، ممكن لو أحطه يطلع أحلى مع صالتي، بس أنا نفسيا ما أرتاح. أنا أحب الألوان البنية في بيتي. ويمكن حتى قبل يوم بغيت أغير الكنب قالوا لي البنات خلاص يا أم سارة قررت تجيبين طاولة بيضة وتتهين المدفأة، هذه التغييرات. انصدموا أنه نفس الأفكار أنا حطيتها ما طلعت عن أفكاري، لأني من الناس اللي أحب الأشياء البنية. أنا رحت بريطانيا قبل على فكرة، وكانت شبابيك بيوتهم كلها مفتوحة، ويا الله يا ديكوراتهم حاجة عجيبة غريبة. ما شاء الله كل المدافع اللي عندهم زي كذا كله بني، والله كله بني، ما شفت أي مدفأة بيضة غير عندنا هنا وعند الأتراك فقط. قليل 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 البيوت الأجانب نشوف المدافع البيضة. فما حبيت مدفأة بيضة، الأرضية خشب، الزرعة خضراء، الديكور هذا المتكرر اللي صار مستهلك في كل بيت أنا ما أحبه مع احترامي للكل. هنا عندي الحياة الصغيرة هذه، حوض السمك. قد ما أقولكم حابة منظره يوم صار هنا إنه أقعد وأتفرج عليهم. وبعد ما غسلنا الحوض كمان شوفوا ما شاء الله يليق النظافة والمنظر جدا مبهج. وهذه اللوحة اللي أنا حطيتها هنا، حطيت طبعا أنا ما حطيت صور أرواح نهائيا، هذه صارونا بدون ملامح دار ظهرها. وهذه إيدي أنا وبنتي، وهذه إيدي أنا وأبو سارة. وهنا حطيت هذه رسالة أبوي الله يرحمه يا رب، كتب لي إياها قبل 24 سنة الله يا رب يغفر له ويرحمه. هذه السنة تحت موجودة 1419-22 الله يرحمه يا رب ويغفر له. فحبيت منظر اللوحة كذا. هذا شكل الصالة من هنا على جهة اليمين. نجي الحين على جهة اليسار اللي هو مكتبي. مكتبي هذا، هذه طاولة المطبخ أصلا ما هو مكتب. في بنات قالوا لي يا أم سارة اشري مكتب أو حطي مكتب، ليش يا بنات ليش يا بنات المصاريف الزايدة؟ طب هذا الطاولة وكرسي أقرأ عليه وأكتب، بس أهم شيء إني حطيت ديكورات فوقه. رفعت الوردة الطبيعية اللي البوتس حطيتها هنا تمام. وهذا المكتب الصغير ركبت فيه من هنا لمبة من حقات شيئن موجودة كذا كديكور تعطي منظر كذا بس. وهذه الطاولة ركبت فيها إنارة من فوق وحطيت الشمعة. وهذا فانوس الأسود تمام، هذا الأسود فانوس. وهنا هذه الطاقية حطيتها كديكور ريفي كذا. وهذه النبتة الخضراء اللي خذيناها من شيئن، شوف حليلها طلعت مرة جميلة وحلوة. وهذا مكتبي الناعم، بالمرة حابة المنظر، بالمرة حابة الديكور. قد ما أقولكم بالنظر مريح مريح، أحب لما أنظر الحاجة كذا أحس براحة. هذا الركن أحب ركن عندي بالبيت، لما تنام صورنا من غير شر أبو سارة سوي لي كوب نسكافيه، كوب شاي، كوب نعناع، وأختار كتاب من مكتبتي من هنا وأقعد أقرأ. أنا طالبة طلبية كتب، استناها توصل إن شاء الله بوريكم إياها، لأن صراحة الكتب المكتبة عجزت أحبها. بس هذه كل الديكورات. هذا كمان الرف من شيئن، وهذا الرف، هذه الزرعة كمان من شيئن. لا تنسون تستخدمون كود خصمي إذا حابين تشترون من عندهم. كود الخصم أم سارة طلع عندكم على الشاشة فوق. وهنا حاطة المكناسة، هذه المكناسة اللي سويت عنها إعلان أنا ما أستغني عنها، شابكتها هنا. وكذا الصالة تكون انتهت، وهذا ديكور الصالة كله. بتكلم الحين عن كيف يا أم سارة تستغلين هذه الألوان وتدمجينها مع بعض، إيش الأشياء الأساسية اللي حنا نسويها. أول حاجة تنسينها الإنارة البيضاء، الإنارة البيضاء ما تعطيكي هذا الجو الريفي، لازم الإنارة تكون صفرة.
ودائما حطي إنارات جانبية، فانوس، شمعة، أباجورة، أنا أحب الأباجورات في بيتي، كذا أسلاك إنارة، دائما دخلي أضواء في زوايا البيت تكون هادية وخافتة مريحة للنظر، وخلي الأضواء عندك بالبيت كلها هادية ومريحة. شيء ثاني من الألوان اللي أنا أحبها في بيتي وما أستغني عنها اللون الأحمر. اللون الأحمر لون مرة دافي، أنت دائما شوفي تبغين بيتك دافي خذي الألوان الدافية. إيش الألوان الدافية؟ الأحمر، البني، الأخضر، هذه الألوان تعطي دفء داخل البيت. إيش الألوان الباردة؟ الألوان الباردة البيج، الأبيض، هذه كلها ألوان باردة. بس مو معقول أني أروح أحط أنا كنب بني وأروح أحط بعد مخاد بنية، مرة بتكتم علي. فحبيت أنه أخلي الكنب بيج وأحط الخداديات حمراء والأثاث زي ما تشوفون كله بني، عندي الخشب كله بني. حبيت هذا التناسق البسيط الحلو اللي يعطي انطباع. كمان مقدمة التلفزيون أبوريكم إياها من هنا عشان تشوفونها معاي كيف أعطت منظر. شوفوا كيف، مثلا أنا أبغى أقعد هنا، تمام، بسم الله، شايفين؟ شوفوا كيف أعطت منظر وأنا قاعدة. حبيت أخلي الأشجار كلها من هنا. في واحدة قالت لي يا أم سارة حطي الأشجار من ورا، من هنا حتى شجرة، بس ما يصلح تحطين شجرة ورا الشجرة، أباجورة ورا الأباجورة شجرة، لا تخفين شيء بشيء إذا كان الأثاث كبير. ما حبيت أحط شيء على الجدار اللي ورا هنا علشان ما يصير المكان معجوق وتصير حوسة، حبيته كذا بس زاوية مكتبي هي اللي عليها الشغل كذا، وعلى اليمين فاضي وفوق الكراسي هناك بس أو الكنب، وهنا عاد المدفأة والأشياء اللي قدامها. شوفوا السيب، كمان السيب عندي هادي، حاطة فيه إنارة واحدة وحاطة فيه البوتس، وطلع المنظر مرة مرتب ومرة حلو. حتى لما أدخل كذا شوفوا المكان هادي ولطيف، ما في أي فوضى ولا في أي حوسة. وهذا مطبخي. وخلاص كذا أنا وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى من كل قلبي تكونون استمتعتوا واستفدتوا. انتظروني فيديو جاي بإذن الله تعالى. إذا حبيتي قناتي لا تنسين تشتركين عندي بالقناة، وكمان تضغطين على كلمة الجرس علشان يوصلك كل جديد. وإذا حبيتي الفيديو حقي لا تنسين تدعميني بلايك، تدفعني للأمام ويخليني أستمر وأعطي أكثر. أحبكم كلكم، الله يسعدكم، الله يستر عليكم، الله يوفقكم، الله يا رب يجبر بخاطر كل الناس اللي تحبني وكل الناس اللي تدعي لي. انتظروني بالفيديو الجاي، الفيديو الجاي إن شاء الله شريان البيت، المطبخ إن شاء الله. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. كذا أنا أقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة. وين رايحة؟ تعالي أعرفك على قناة بنت الشيوخ. ما شاء الله القناة تفتح النفس بدون مبالغة. أنا أم سارة لما أطيق اشتراك يعني القناة حلوة، القناة طبخ، اللي حابة تتعلم الطبخ تفوت عندها. بس الأشياء اللي حلوة عندها إن الفيديوهات قصيرة ومختصرة وموجزة ومضيعة، أنت تتفرجين على الوصفة، مكرونة، تشيز المكسرات، سلطة المكرونة، تخيلوا دقيقتين، دقيقة، 3 دقائق، 5 دقائق، فوتوا عندها يا بنات، والله راح تستفيدون. لما أقولكم القناة جميلة، ما شاء الله تبارك الرحمن، القناة جميلة. راح أخلي لكم رابط قناتها تحت في أول كومنت مثبت، وكمان راح أخليه في صندوق الوصف. خلوني أوريكم الفيديو الجميل هذا اللي عندها، وما شاء الله تبارك الرحمن الصور لحالها تتكلم. تفرجي معاي على جمال الصور وجمال الطبخة ما شاء الله. إذا أنت مبتدئة بالطبخ حابة تكتسبين أكثر، فوتي عندها بالقناة، الطريقة سهلة ومبسطة وميسرة، طبخات، حلويات، أكلات، كمان في تسوقات شراء. وزي ما قلت راح أخلي لكم رابط قناتها تحت في أول كومنت مثبت، وكمان راح أخلي لكم إياه في صندوق الوصف. قنوات الطبخ من الأشياء اللي أنا أحب أتابعها صراحة لأني أستفيد منها، ومهما تعلم الإنسان يبقى في أشياء وما يعرفها، فدائما أطق لها اشتراك بدون أي تردد، خاصة لما تكون قناة حلوة زي كذا.